أستاذ عدي، نحن لا نعول كثيرا على ما سيصدر التقرير. تقرير أنا وياك صحفيين، تقرير ستكون فيه مقدمة والجهات اللي مشاركة به تبحث عن كبش فداء، شوف منه اللي سيكون مع الطابوق نسفلت، ولا تحمل أي جهة حكومية منه، وستكون هناك تفصيلات في أن ستكون معالجات خلال المرحلة المقبلة. أما بخصوص سؤالك، أكيد لازم أو يجب أو إلزام على الجهات المسؤولة أن تكون هنالك يعني قضية حل سريع لهذه المشكلة. أما إذا خدمهم الجو مثل ما تفضل الدكتور، خدمهم الجو منا اليومين 3 أيام 10 أيام الجاية، ويعني هذا من حسن حظهم. أما إذا بقت لا، فأعتقد أيضا القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المستقلة ممكن أن تبقى وتستمر تتحدث، وقد ينتج عنا يعني الكثير من الأحاديث، خصوصا أنه في العراق موجودة وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها ممكن أنه يتحدث فيها المواطن وبكل حرية.